الثامنة بتوقيت الجزائر، أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية. إلى العناوين: رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يتسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد لكل من الولايات المتحدة المكسيكية، جمهورية إيطاليا. وجمهورية صربيا. رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب جبهة المستقبل ورئيس حركة مجتمع السلم بطلب منهما. افتتاحية مجلة الجيش تؤكد أن مبدأ السيادة الوطنية خط أحمر لا يسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال، وتشدد على الاستعداد التام للجيش الوطني الشعبي لإحباط جميع محاولات المساس بأمن الجزائر وحرمة أراضيها. تحسبا للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، ندوة تكوينية لفائدة الإعلاميين ضمانا لتغطية إعلامية احترافية. ونتابع في النشرة: مركب تمييع الغاز الطبيعي ببطيوة بوهران إسهام في رفع نسبة الإدماج وإنتاج يفوق 4 ملايين طن من البترول الأزرق سنويا. بلاد الحدبة بولاية تبسة المكمن الطبيعي للفوسفات الخام في الجزائر، يحقق مداخيل تفوق 350 مليون دولار سنويا. وضمانا لنقل خام الفوسفات العنابة، وتيرة متسارعة لاستكمال الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية عنابة بوشقوف. بداية، تسلم اليوم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أوراق اعتماد 3 سفراء جدد لدى الجزائر، حيث تسلم السيد الرئيس أوراق اعتماد سعادة السيد خوسيه إغناسيو مادرازو بوليفار بصفته سفيرا للولايات المتحدة المكسيكية. سعادة السفير خوسيه إغناسيو مادرازو بوليفار سفير الولايات المتحدة المكسيكية. Señor presidente, tengo el honor de presentar las cartas credenciales que me acreditan como embajador de México ante la República Argelina Democrática y Popular. Señor presidente. وعقب مراسم استلام أوراق اعتماده، أبرز سفير الولايات المتحدة المكسيكية توافق الرؤى بين الجزائر والمكسيك بشأن العديد من القضايا الدولية الراهنة. أشعر بفخر وسرور كبير بتقديم أوراق اعتمادك سفير المكسيك لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية برئاسة الجمهورية. السيد فخامة الرئيس عبد المجيد تبون أكد وذكر أهمية العلاقات التي تربط الجزائر بالمكسيك، وكذا المواقف المشتركة بين البلدين، وهذا بشأن أهم القضايا على جدول الأعمال الدولي، وكذا تسليط الضوء على الأهمية التي تمثلها المكسيك بالنسبة للجزائر. من الجميل أيضا أن أذكر أن هذا العام تحتفل الجزائر والمكسيك بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وهذا يمنحنا فرصة لتأكيد التعاون والصداقة بيننا نحو الأحسن. لدينا العديد من المشاريع التي سوف يتم تنفيذها، خاصة مع الاحتفال بهذه الذكرى المهمة. أشكر السيد الرئيس كثيرا على لطفه وكلماته الجميلة اتجاه بلدي. كما تسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد سعادة السيد ألبرتو كوتيلو بصفته سفيرا لجمهورية إيطاليا. سعادة السفير ألبرتو كوتيلو سفير جمهورية إيطاليا. Monsieur le président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance par lesquelles son excellence le président de la République italienne Sergio Mattarella m'accrédite en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne auprès de la République algérienne démocratique et populaire. Merci, monsieur le président.
ministre. Et puis-je vous présenter mes collaborateurs, le conseiller Antonio Porti, que vous connaissez, l'attaché militaire, le colonel Ciro Piergianni, et le premier secrétaire, Ambra Franceschetti. سفير جمهورية إيطاليا ألبرتو كوتيلو أكد في تصريحه عقب مراسم استلام أوراق اعتماده العمل على تعزيز علاقات الأخوة المتجذرة التي تجمع البلدين. لقد سلمت أوراق الاعتماد الموقعة من قبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا للسيد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون. شرف كبير لي أن أتعين كسفير لإيطاليا بهذا البلد الرائع والشعب الجزائري الصديق والشقيق. أتحمل مسؤولية المضي قدما لتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين، وسأبذل قصارى جهدي لبلوغ هذا الهدف. رئيس الجمهورية تسلم أيضا أوراق اعتماد سعادة السيدة أنا بيتكوفيتش بصفتها سفيرة لجمهورية صربيا. سعادة السفيرة أنا بيتكوفيتش سفيرة جمهورية صربيا. Mr. President, I have the honor to present to you the letters of credence by which Mr. Aleksandar Vučić, President of the Republic of Serbia. Excellency, nice to meet you. Thank you very much. Thank you very much. سفيرة جمهورية صربيا أنا بيتكوفيتش شهدت عقب مراسم استلام أوراق اعتمادها بالعلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر وصربيا، مؤكدة العمل على توطيد هذه العلاقات الثنائية. كان لي الشرف اليوم أن أقدم إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أوراق اعتمادي الموقعة من قبل الرئيس الصربي أليكساندر فوتشيتش، الذي عينني كسفيرة فوق العادة لصربيا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. أود أن أشكر الرئيس تبون على الترحيب الكبير واللقاء المتميز الذي خصني به اليوم. إنه لشرف كبير وفخر وامتياز أن أمثل جمهورية صربيا بالجزائر. بلدينا يتقاسمان 62 سنة من العلاقات الدبلوماسية التي ارتقت إلى علاقات صداقة، علاقات تأسست خلال الثورة التحريرية المجيدة. صربيا مصممة على توطيد علاقات الشراكة والتعاون وتعزيز الحوار السياسي بين البلدين. خلال مهمتي في الجزائر سألتزم بترقية العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الجزائري والصربي والعمل على تحقيق رؤية مستقبلية مشتركة. مراسم تسلم أوراق الاعتماد حضرها مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف. استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس حزب جبهة المستقبل السيد فاتح بوطبيق بطلب من هذا الأخير. رئيس حزب جبهة المستقبل أشاد في تصريحه عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية بالإصلاحات التي باشرها السيد الرئيس في العديد من القطاعات، حيث أصبح المواطن يلمس ثمارها في الميدان. حظيت اليوم بشرف استقبال من طرف السيد رئيس الجمهورية بناء العطلبي تمثيلا لجبهة المستقبل وكرئيسا لها، أين استمعت بإمعان لمستوى الإصلاحات التي تعيشها الجزائر اليوم في كنف السلم والأمن والطمأنينة. هذه الإصلاحات التي نالت ثقة الشعب الجزائري في برنامج السيد رئيس الجمهورية، وهي اليوم تتجسد يوما بعد يوم في إطار الجزائر الجديدة. مرة أخرى نحن نؤكد على أهمية هذه الإصلاحات ونثمن المكتسبات التي تعيشها الجزائر اليوم، والجزائر تخطو خطوات نحو مسار بناء جمهورية جديدة
تحتفي بالماضي والذي نلتزم به وتثمن مكتسبات الواقع اليوم مناشدة للمستقبل. مرة أخرى نحن فخورين بصدق بالمواقف الخالدة والمشرفة للدولة الجزائرية بالنسبة للقضايا العالمية وللحركية الدبلوماسية التي تعيشها الجزائر اليوم. هذا إن دل عن شيء فإنه يدل بأن الجزائر استطاعت أن تسترد مكانتها على الصعيد الدولي. نؤكد على أهمية الإصلاح ونؤكد مرة أخرى على التمسك بالاستقرار وبالاستمرارية خدمة للوطن وخدمة للمصالح العليا التي ضحى من أجلها الشهداء والمجاهدين. نؤكد أن جبهة المستقبل ستكون سند قوي لمسار الإصلاحات وسند قوي ملتزم بتاريخ الجزائر وبحاضرها وبمستقبلها. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس حركة مجتمع السلم السيد عبد العالي حساني بطلب من هذا الأخير. رئيس حركة مجتمع السلم كشف في تصريحه عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية أنه تطرق مع السيد الرئيس إلى العديد من الملفات الوطنية المرتبطة بالوضع الاقتصادي للبلاد وكذا الملفات الدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. أشكر السيد رئيس الجمهورية على استقباله الذي خصني به وذلك بطلب مني، وهذا يندرج ضمن سلوك التواصل والتشاور المستمر. كان اللقاء في جو صريح وفي جو نقاش مسؤول بالتناول لمجموعة من الملفات على رأسها الملفات الوطنية المرتبطة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، وفي ملفات أخرى لها علاقة بالوضع الدولي وعلى رأسها ملف القضية الفلسطينية، بحث مختلف السبل التي تسعى الجزائر من خلال حراكها الدبلوماسي ومن خلال جهدها الدبلوماسي الكبير الذي تبذله من موقعها كعضو غير دائم في مجلس الأمن. هناك ملفات أخرى لها صلة بالتحولات الكبرى وعلى رأسها ملف ما يجري في الساحل من تطورات كبيرة، هذه التطورات لها أثر على الاستقرار وعلى التنمية وعلى السلم في إفريقيا ككل. كل هذه القضايا هي قضايا لها عمقها المرتبط بأمننا القومي وباستقرار وطننا وبدور الجزائر كدولة كانت ولا زالت وستبقى بإذن الله عز وجل صاهرة على الأمن والتنمية والاستقرار في القارة الإفريقية. أشكر السيد الرئيس على إتاحة هذه الفرصة الطيبة التي كانت إن شاء الله في مسار تعميق التشاور الدائم من أجل الحفاظ على الجزائر ومن أجل حمايتها من كل التحديات والرهانات. أكدت مجلة الجيش في افتتاحيتها لشهر فيفري الجاري المعنونة بسيادتنا أمانة لا تقدر بالثمن، أكدت أن مبدأ السيادة الوطنية سيظل بالنسبة للجزائر أحد المقومات الأساسية للدولة وخطا أحمر لا يسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال، معربة عن الاستعداد التام للجيش الوطني الشعبي لإحباط أي محاولة يراد بها المساس بأمن الجزائر وحرمة أراضيها. إلهام عشير. سيادتنا لا تقدر بثمن، هكذا عنونت مجلة الجيش افتتاحيتها لهذا العدد، مبرزة أن مبدأ السيادة الوطنية خط أحمر لا يسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف أو مسمى، وهي تستوقف محطة تاريخية غالية ذكرى اليوم الوطني للشهيد من أجل أن يبقى الانتماء متجذرا ويظل الوفاء للشهداء رابطة مقدسة. تضيف الافتتاحية التي استعرضت من منطلق صون الأمانة جملة من المكاسب والإنجازات حققتها قواتنا البحرية على غرار كل مكونات الجيش الوطني الشعبي في ظل العناية البالغة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتوفير العنصر البشري الكفء والعتاد العصري المتطور للرقي بأسطولنا البحري، وهو ما أكد عليه مرارا الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. وعلى نهج صون الأمانة تؤكد افتتاحية الجيش مكاسب أخرى حققتها الجزائر في هذا الشهر، فالرابع والعشرون فبراير من العام 1971 استكمال للسيادة الوطنية بتأميم المحروقات واسترداد مكتسباتنا النفطية، وفيها قطعت الجزائر أشواطا لتطوير هذا المجال الحيوي الذي تعزز بتبني استراتيجية وطنية للانتقال الطاقوي
وفيها يواصل الجيش الوطني الشعبي بكل اقتدار من خلال وحداته الاضطلاع بدور حيوي في مجال التأمين الشامل للمنشآت الطاقوية المختلفة، لتختتم مجلة الجيش افتتاحيتها بالعلاقة الوجدانية الوطيدة والعميقة التي تربط الشعب الجزائري بجيشه الوطني الشعبي، علاقة يستمد منها الجيش قوته وهو يؤدي مهامه، جيش لم يتأسس بمرسوم على غرار بقية جيوش العالم، وإنما ولد في معاقل ثورة تحرير عظيمة تعد مثالا للشعوب الطواقة للحرية والاستقلال. في إطار المهام الإنسانية، تدخلت وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ للمصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية لإشارة استغاثة اليوم على الساعة 7:30 صباحا من قبل سفينة جرف بحري المسماة نوفا دراغامار الحاملة للراية الإسبانية، مفادها وجود السفينة في حالة خطر على بعد ميل بحري شمال مدينة فوكا بولاية تيبازا، والتي كان على متنها بحران من جنسية برتغالية وآخر من جنسية دومينيكان. وعلى الفور وبالتنسيق مع المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالجزائر بالناحية العسكرية الأولى، تم تفعيل عمليات إنقاذ وإجلاء لطاقم السفينة، وذلك بإقحام حوامة البحث والإنقاذ AS-12 التابعة لسرب حوامات البحث والإنقاذ للناحية العسكرية الأولى، وكذا فرقة التدخل الساحلي ببوهارون التابعة للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل بشرشال، حيث تمكنت هذه الوحدات من إنقاذ وإجلاء طاقم السفينة إلى المستشفى العمومي بزيرالدا من أجل التكفل بهم صحياً. تحذيراً لقمة الغاز في طلعتها السابعة والتي ستحتضنها الجزائر، وضماناً لتغطية إعلامية في مستوى الحدث، نظمت اليوم بمقر وزارة الاتصال محاضرة بعنوان الطاقة كمحدد للعلاقات الدولية، نشطها الخبير في العلاقات الدولية آصف ملحم. أكد فيها أن انعقاد قمة الغاز في الجزائر يكتسي أهمية خاصة بالنظر لمكانة الجزائر في الساحة الدولية. الندوة التي تندرج في إطار سلسلة الندوات التكوينية لفائدة الصحفيين المعنيين بتغطية هذا الحدث الهام، حضرها وزير الاتصال محمد العقاب والمديرون العامون للمؤسسات العمومية الإعلامية العمومية والخاصة ومديرو معهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة عبد العزيز مجاهد وصحفيون من مختلف وسائل الإعلام الوطنية. والمتابعة لنجوى جدي. قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر يصفها الخبير الدولي آصف ملحم مدير مركز GSM للأبحاث بموسكو بأنها أحد أهم المواعيد مع الاقتصاد على الإطلاق سنة 2024. لماذا نحن يعني نبارك انعقاد منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر؟ السبب بسيط جدا، هو أن الجزائر تملك قرارها السياسي. الجزائر قادرة على الدفاع عن قرارها السياسي. الجزائر عندها مواقف شجاعة وعودتنا على هذه المواقف الشجاعة دائما. عندما يعقد في دولة كالجزائر تحظى باحترام عالمي واسع، لذلك صدور أي توصيات أو أي مقترحات بالتأكيد ستحظى باحترام، وهذا لأن الجزائر قادرة على إقناع جميع المشتركين في هذا المنتدى بأهمية هذه المقترحات وضرورة يعني تطبيقها في المستقبل. نحن نعتقد أن الخطوة الهامة الأولى في هذا الموضوع هو محاولة الدفع باتجاه استحداث منظمة الدول المصدرة للغاز. النقطة الأخرى الهامة وأنا أضيفها إلى السيادة أيضا هو إيمان الجزائر بالحوار. عندما يكون هناك إيمان بالحوار فيمكن حل هذه المشاكل ويعني الوصول إلى صيغ توافقية معينة. وإن أبدى تفاؤله لمخرجات قمة منتدى الجزائري، الخبير الدولي آصف ملحم سلط الضوء في هذه المحاضرة أيضا على تأثير التغيرات الجيوسياسية والتحالفات القائمة والمستقبلية
المستقبلية على سوق الطاقة العالمية، ما فتح نقاشا تفاعليا نشطا مع الإعلاميين الحاضرين. الصحفي المهني الذي يتابع شأن الغاز يجب أن تكون لديه كل هذه المعطيات، كل هذه المؤشرات، حتى يقوم بتحليل هذا الحادث الذي ستحتضنه الجزائر بكل أبعاده. يجب على الإعلامي أن يرافق هذا المنتدى بمرافقة إعلامية جيدة، ولا يكون هذه المرافقة جيدة إلا من خلال هذه الدورات التكوينية التي سوف يتحصل على مكتسبات علمية جديدة. هذه القراءة التحليلية للتحديات العالمية في مجال الطاقة والمحروقات تأتي ضمن أهداف معركة الوعي والفكر التي تقودها وزارة الاتصال لتكوين شبكة إعلاميين متخصصين في هذا المجال. معركة الوعي ومعركة الفكر هي أهم معركة على الإطلاق، وإذا انتصرنا في المعركة الثقافية والمعركة الفكرية ومعركة الوعي فإن المعارك الأخرى التي نخوضها سوف يكون فيها النصر حتمي، ما في ذلك شك. إذن نحن يعني نخوض المعركة الحقيقية. سلسلة الدورات التكوينية الموجهة لفائدة الإعلاميين الجزائريين متواصلة دائما لمواكبة الأحداث الكبرى التي تحتضنها الجزائر ومرافقتها إعلاميا. الجزائر التي أصبحت تحتل صدارة الدول الأفريقية المصدرة للغاز الطبيعي المسال مع تسجيل نسبة نمو هي الأعلى عربيا بأداء متميز يكرس مكانتها كممول موثوق تحرص على تعزيز استثماراتها الطاقوية التحويلية وبخزانات هي الأكبر من نوعها ورصيف قادر على استقبال النقلات الضخمة مصمم بمعايير دولية. يبرز مركب تمييع الغاز ببطي وبوهران كقطب تحويلي استراتيجي. ريبورتاج من العبديش. الغاز المستخرج من هذه الحقول الموجودة في الصحراء جزء منه يتم توريده لمركب جيال 3Z أحدث مركبات تمييع الغاز الطبيعي ببطي وولاية وهران. معالجته تتم عبر مراحل عدة تستخدم فيها أحدث التكنولوجيات والتقنيات، ما جعل إنتاج هذا المركب من الوقود الأزرق تفوق 4 ملايين طن سنويا إلى جانب أنواع أخرى منه. الطاقة الإنتاجية للمركب هي 4.7 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المميز و 300 ألف طن من الغاز الإيطان سنويا و 275 ألف طن من الغاز البروبان و 56 ألف طن من غاز البيتان و 48 ألف طن من غاز الغازولين. المركب يعني جديد وسنطراك عملت كل مجهودها باش يكون في آخر التقنيات، عندنا كل التقنيات الأخيرة في الميدان البروسيس. مركب جيال 3Z مركب مزود بكل الإمكانات من وحدات لتوليد الطاقة إلى خزانات تعد الأكبر من نوعها ورصيف شحن بمعايير عالمية لتصدير الغاز المسال لقارتي أوروبا وآسيا. الجزائر وشركة سوناطراك تعمل على تأمين وضمان هذه الطاقة لاستهلاكها في السوق الداخلية للتنمية الاقتصادية أولا والاستهلاك الذاتي للمواطنين الجزائريين. وعلى الصعيد الدولي الشركة تعمل أيضا على ضمان لهذه المادة المطلوبة على المحاور الجوارية الإقليمية على صعيد البحر الأبيض المتوسط وهي الأسواق الأوروبية. يحتوي مركب تمييع الغاز الطبيعي جيال 3Z على رصيف لشحن البواخر الكبيرة كي دو شارجمون، نقوم بشحن حوالي 6 بواخر شهريا بمعدل 150 ألف متر مكعب للباخرة الواحدة. الأداء المتميز لهذا المركب وغيره من المركبات الأخرى ساهم وبشكل كبير في ترشيد النفقات، رفع نسبة الإدماج الوطني، وجعل الجزائر تتربع على قائمة الدول المصدرة للغاز المسال في إفريقيا مع تسجيل نسبة نمو تعد الأولى عربياً.
وبثبات تحافظ الجزائر على مراتب متقدمة في التصنيف العالمي للدول المنتجة للفوسفات، وبإنتاج يفوق ملياري طن من هذا المورد الاقتصادي الهام، حققت مناجم سوميفوس ببر العاتر بولاية تبسة مداخيل تفوق 350 مليون دولار خارج المحروقات. بلاد الحدبة مكمن طبيعي للفوسفات الخام، يفصل في رهاناته محمد بولعراق. هذه التفجيرات لتفكيك الصخور قصد استخراج الفوسفات بجبل العنق بلدية بير العاتر ولاية تبسة. بدأ في بداية الستينات ب 500 ألف طن إنتاج، وبفضل الاستثمارات وصلنا حتى لسنة 2015 للمليون ونصف مليون، وأصبح يوم من هذا ينتج في 2 مليون طن. الإنتاج يحول إلى هذا المصنع لتكسير وطحن هذه الصخور ومعالجتها ميكانيكيا وكيماويا لاستخراج الفوسفات الخام. بعد إتمام عملية المعالجة يتم تخزين الفوسفات في الخزانات ثم نقلها إلى عنابة عن طريق السكة الحديدية بالقطارات، والطريقة الثانية بطريقة الشاحنات. أكثر من 95% مسوقة لأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. مناجم الفوسفات سوميفوس حققت أكثر من 350 مليون دولار. هذه المؤسسة كانت من بين المؤسسات الرائدة والتي تشرفت بتكريم من طرف السيد رئيس الجمهورية. نبدو إن شاء الله من 2024-2027 لإنتاج 3 مليون طن للفوسفات، منها مليون ستحول داخليا في شركات جزائرية بشراكة أجنبية. بلاد الحدبة هي المكمن المستقبلي لإنتاج الفوسفات بولاية تبسة. سنستخرج من هذا المكمن اللي هو بلاد الحدبة حوالي 10.5 مليون طن سنويا كفوسفات خام مستخرج من المنجم، يحول يثمن هذا الفوسفات ونستخرج منه 6 ملايين طن برودوي تريتي. الآن الاستراتيجية تتركز أساسا على تثمين المواد المنجمية. التثمين سيكوا؟ هي تحويل المواد المنجمية وطنيا ثم تلبية السوق الوطنية، والفائض نصدره إلى الخارج. مشروع طموح سيقضي على البطالة بالولايات الشرقية. وضمانا لنقل مادة الفوسفات انطلاقا من بلاد الحدبة بتبسة، تتقدم أشغال فتح الرواق ونقاط الربط على الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية عنابة بوشقوف بولاية جالما بوتيرة متسارعة وبنظام عمل متواصل بالتناوب. زواجية هذا الخط الاستراتيجي لها أبعاد تجارية واقتصادية وتنموية هامة، تقول عائشة ببريق. مشروع ازدواجية وعصرنة الخط المنجمي الشرقي عنابة بوشقوف على مسافة 54 كيلومترا يعرف تقدما في عملية فتح الرواق ونقاط الربط والعبور وتحويل مختلف الشبكات بالشطر الأول على مسافة 14 كيلومتر. عنده فائدة اقتصادية كبيرة، حيث راح ينقل المنتجات الفوسفاتية اللي راح تنتج إن شاء الله في مركب الفوسفات لواد كبيريت، وراح ينقل كذلك الفوسفات الخام من بلاد الحدبة. ازدواج هذا الخط راح يمد سعة للاستكاك الحديدية تاع 13.5 مليون طن في 2027. مؤسسات الإنجاز تعمل من جهتها على الرفع من وتيرة الأشغال وفقا لنظام العمل بالتناوب للانتهاء من عملية الحفر المتعلقة بمدخل النفق. هذا النفق تاع 900 متر يكون ليكسكافاسيو الحفر تاعو، ويكون ان سوتانمو اي بيتون بروشير ريفيتمون ديفينيتيف على فا باش يكونوا اون دو بلوفوا هنايا. هذا وتؤكد السلطات المحليه التي تقوم بالمتابعه والمرافقه اليوميه، تؤكد على ضروره التسريع في وتيره الانجاز تنفيذاً لالتزامات السيد الرئيس وكذلك قرارات السلطات المركزية. نحرص على متابعة وتيرة سير هذه الورشات، أي ورشات الإنجاز ميدانياً، لدراسة
العراقيل إن وجدت بطبيعة الحال، ومساندة لنا لشركة الإنجاز ألا وهي شركة كوسيدغ اللي يعني نقولها ما شاء الله راهي تمشي بوتيرة جد وجد معتبرة. مشاريع استراتيجية واقتصادية وتنموية تتماشى، وتوجهات السلطات العليا في البلاد ستساهم في دفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني. وضمن جهود تحسين الإطار المعيشي للمواطن واسترجاع الأوعية العقارية لتعزيز البرامج التنموية، تمضي الدولة بثبات على مسار القضاء على السكن الهش. والعين في النشرة من ولاية تيسمسيلت، حيث استفادت 600 عائلة من مساكن اجتماعية كاملة المرافق، يقول مراد عبروس. 600 عائلة تم إعادة إسكانها في أحياء جديدة عبر بلدية تيسمسيلت ضمن مساعي القضاء على البناء الهش وسط فرحة المستفيدين. عانينا على بالك، عانينا في الفوضوي وحاجة ما تسعاش، واليوم نعمة نحمد الله ونشكره، والله يدومها ساعة ونعمة إن شاء الله. كي اللي حس روحه زاد اليوم مسكين. كنا في سيدي بن تمرة، العقبة، البرد، الماء ما كاش، الطريق خاسرة، الغاز ما كاش، وليداتنا تغابنا اللي يقراو، واليوم الحمد لله فرحتونا. والله يحفظ ان شاء الله سيدنا الرئيس تبون، هو اللي حمانا الكتف وحمانا وجوهنا. الحادث ساعه فرج علينا ربي، الحمد لله يا ربي، هذا هو الفرج علي يا ربي، والحمد لله رانا فرحانين احسن ما يروح. العمليه مست حي عين لورا وحي سيدي بن تمرة كمرحله اولى. اليوم ان شاء الله 600 عائله راح تستفاد من سكنات جديده، وهذه العملية مسجلة على مرحلتين، إضافة حي ثالث إن شاء الله. في المجموع راح يتم توزيع 1317 سكن اجتماعي خاص ببرنامج السكن الهش. هذا وينتظر الشروع في عمليات مماثلة للقضاء نهائيا على السكن الهش بالولاية، ما يمكن من استرجاع الوعاءات العقارية لتجسيد برامج تنموية. وضمن مساعي تحقيق الأمن الغذائي، تسهر تعاونية الحبوب والبقول الجافة على توفير كميات من البذور والأسمدة لصالح الفلاحين المنتجين للبقوليات بالمزارع النموذجية. محمد لامين بوتومي وقف على نتائج ورهانات هذه الاستراتيجية الزراعية في ولايات تيارت، تلمسان وسيدي بلعباس. نتابع. إنتاج البقوليات بولاية تيارت يعد تقليدا لدى فلاحي المنطقة، حيث في هذه السنة الفلاحية سيتم زراعة حوالي 12 ألف هكتار من البقول الجافة. المزارع النموذجية كرائدة في إنتاج البقوليات استعدت للحملة منذ فترة. مزرعة أنا عندها تاريخ في إنتاج البقوليات وتقاليدها معروفة في إنتاج البقوليات، على ذلك ساهمنا بمساحات كبيرة وممكن نحن نزيد إذا استلزم الأمر. حاليا البقوليات الجافة تم زراعة 160 هكتار من مختلف بقوليات حمص وعدس. الحملات التحسيسية الجوارية للفلاحين راهي بدات تاخذ منحى سريع جدا، لاننا رانا في الوقت تاع البذر تاع العدس. حوالي لحد الان المساحه المزروعه راهي في حوالي 250 هكتار من العدس مزروعه، الحمص كذلك راهي العمليه ماشيه. منتجو البقوليات بولاية تلمسان حققوا فيما مضى أرقاما إيجابية في هذه الشعبة الفلاحية، حيث حضرت تعاونية الحبوب والبقول الجافة للولاية الكميات اللازمة من البذور المعالجة والأسمدة لفائدة المنتجين. البذور رها متواجدة ومتوفرة، وإحنا بدينا نوزع هذه الكميات على المزارع النموذجية وكذلك على الفلاحين الخاصين في المنطقة. هذه المنطقة اللي نكون فيها كان هنا 10 هكتارات، دي هكتار إن شاء الله الرحمن الرحيم باغي نستغلوها كاع ونزيد نشوف بالك نزرعوا 15 حتى 20 قنطار نزرعوها إن شاء الله الرحمن. بناء على إقبال الفلاحين المنتجين للبقوليات بولاية سيدي بلعباس، يرافق مهندسو الديوان الجزائري المهني للحبوب الفلاحين في مختلف مراحل إنتاج البقوليات ضمن مسار تقني مدروس. الإشادات ما شاء الله كاين حاجة المعلومة اللي ما نعرفوهاش كيما دروك، ها هي هنا هذه الزريعة نتاع الحمص، هذه تاع الرولو، هذه هنا ما كانش الإمكانيات، حنا ما كانش ما عندناش، حتى راهم عطاونا إشادات باللي كاين. خرجنا اليوم هذه الخرجة الميدانية للفلاح باش نشوفوا كيفاش راح يزرع ان شاء الله البقول الجافة، هو دا الحمص
محصول ان شاء الله تاع السنه الماضيه. الوغ بغينا نشوفوا كيفاش دار الترافاي دو سول. ولأهمية المكننة في تحقيق إنتاج مقبول، توفر تعاونيات الحبوب والبقول الجافة العتاد اللازمة للفلاحين المنتجين للبقوليات. وبإنتاج فاق 600 ألف طن من الحمضيات بأنواعها، حققت ولاية سكيكدا قفزة نوعية بفضل اعتماد المسار التقني إلى جانب آلية الدعم والمرافقة المستمرة. أمنة بعطوش. من منطلق الأرض لمن يخدمها، فلاح سكيكدا يحولون هذه الأراضي البور إلى مستثمرات غناء، وبمرافقة ودعم الدولة تمكنوا اليوم من إحداث قفزة نوعية في مردود الحمضيات وتحقيق زيادة تفوق 45% خلال عملية الجني التي شارفت على نهايتها هذا الموسم. كانت بور الأرض هذه، ها، ومن بعد من طرف الدولة دعمتنا ولينا غرسناها واستثمرنا فيها، وجا خير الله وبركه، وهذه كل مغروسه دبل فين المرض تاعها خير من عام الاول. السنة يوكل خير من هاد السنين. السنه الغاله تاع تينا راهي في البات في السوبه في السوق راهي طايحه. الانتاج نتاع هاد السنه الى حد الساعه اكثر من 635 الف قنطار والعملية متواصلة. هذه السنة يعني منتوج وفير جدا، عند 16 صنف في ولاية سكيكدا. الوفرة في المحصول وعلى اختلاف أصنافه انعكس إيجابا على كثرته في السوق وبأسعار في متناول القدرة الشرائية للمواطن. تينا كاين موجودة سنة بوفرة وفي متناول الجميع. مام لي بري ملاح وحلوة عسل. كاين الوفرة سيرتو في الحمضيات بكل أنواعها، شفنا أصناف بزاف جات جديدة. تطور شعبة الحمضيات بسكيكدا سمح اليوم بتحسين الإنتاج كما ونوعا، ومكن من خلق حركية تجارية واقتصادية تستقطب العديد من المستثمرين. في التعاون استقبل اليوم وزير الري طه دربال رئيس المعهد الوطني للموارد المائية لجمهورية كوبا أنطونيو رودريغيز رودريغيز. وخلال اللقاء تطرق الجانبان إلى الأطر القانونية لتنفيذ بروتوكول الاتفاق حول السدود وتحلية مياه البحر. وفي التعاون دائما استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون وزير الصحة للجمهورية العربية الصحراوية السالك بابا حسنة، مرفوقا بسفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر عبد القادر طالب عمر. اللقاء شكل فرصة للحديث عن آفاق التعاون بين البلدين خاصة في المجال الصيدلاني. مرتاحين يعني للمحادثات، مرتاحين يعني للموقف التضامني والدعم اللي عبر عنه معالي الوزير، ولا شك أنه هذا دائما هو يعني من جديد نوقفه ونثمنه يعني التضامن والدعم الجزائري بصفة عامة للقضية الصحراوية. طرقنا لبعض القضايا اللي نقدر نكون إسناد للإخوان الصحراويين في توفير الأدوية بالأخص أدوية للأمراض المزمنة، توفير مناصب تكوين في كل مصانع الأدوية والمصانع نتاع القطاعات الأخرى. خلينا أسسنا لجنة اللي رايحة تتحرك إن شاء الله وتروح المخيمات وتدرس معهم كل ما هما احتياجات الإخوان وهما في بلدهم ثانيا. أدى العالم الموريتاني فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي زيارة للخليفة العام للطريقة التيجانية سيدي علي بالعرابي، مرحبا به ومثينا على منهاج الطريقة في زرع قيم التآخي والتصالح بين الشعوب. الشيخ ولد الددو أبرز بالمناسبة دور الجزائر وعلمائها في نشر مبادئ الدين السامحة بقيم الوسطية والاعتدال. ودائما تصدرنا إلى العالم كله الخيرات. جاءنا الشيخ سيد أحمد المغيلي، سيدي أحمد المغيلي من عندكم، جاءنا الشيخ تعالبي من عندكم، ثم بعد ذلك جاء طلاب الشيخ التجاني من عندكم، ثم بعد ذلك لم يزل تلاميذ الشيخ أبو مدين الغوث وعدد من حتى الأخبري حتى عدد من علماء الجزائر ومشايخ الجزائر وصل خيرهم ونفعهم إلى هذه البلاد. وأنتم
نتيامن كثيرا بوصولكم الآن، لأنه في هذه السنة إن شاء الله يتم الطريق البري المفتوح بين الجزائر وموريتانيا، وتكون إن شاء الله الصلة أقوى وأكثر، والأقربون أولى بالمعروف ونحن منكم وفيكم، فزيارتكم لا تقدر بثمن. وتعزيزا لروابط الأخوة بين الشعبين الجزائري والموريتاني، استقبل الخليفة العام للطريقة التيجانية سيدي علي بالعرابي الأمين العام لرابطة الأخوة والصداقة الموريتانية الجزائرية وخريجي جامعات ومعاهد الجزائر. الطريقة التيجانية جسر روحي بين الشعوب، خصوصا الشعبين الجزائري والموريتاني، وهذا الجسر نحن ماذا بينا يتم دائما موجود ويتم دائما يزداد في يعني في الانتشار. إثر وفاة المجاهد المرحوم بإذن الله بوعلام عطالله، يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيجا بأخلص التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيد وذويه، متضرعا للمولى جلت قدرته أن يتغمده بشأبي برحمته. إن لله وإن إليه راجعون. وفي تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي اليوم 28 بعد المئة، يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، مخلفا 28,176 شهيدا و 67,784 جريحا في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال ألاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بسبب منع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم. هكذا ويتفنن المحتل يوميا وبجميع الأساليب وأبشعها في تجويع الفلسطينيين في غزة، علّه يكبح قليلا من هذا الصمود الذي أبهر العالم، تجويع يقابله صبر لا محدود لشعب يفضل أكل الحجر على الرضوخ لأشباه البشر. وسام أبو زيد. بين ركام المنازل المدمرة هكذا يصطف الفلسطينيون ساعات طويلة للحصول على وجبة طعام ساخنة يوميا، بعد أن أصبح شبح الفقر والجوع سلاح يحارب به جيش الاحتلال الشعب الفلسطيني القابض على جمر معاناته، مانعا دخول المواد الغذائية والمياه والوقود، وتاركا الأطفال بأمعائهم الخاوية يواجهون مصيرهم. عشان الاحتلال الصهيوني بحارب فينا وإحنا مش لاقيين ناكل، فبنرجع تركيا نخلص الحرب ونرجع على بيوتنا وناكل أكل الدار ثمي. ومن رفح جنوبا إلى شمال القطاع أصبح الفلسطينيون يستخدمون شعير الدواب بدلا من الدقيق للحصول على الخبز، في صور حصل عليها التلفزيون الجزائري من مدينة غزة المحاصرة برا جوا وبحرا، كما يحاولون العيش على فتات الخضروات وما بقي من مخلفات الأراضي الزراعية التي جرفها الاحتلال. خضرة خربانة، هاي البندورة زي ما أنت شايف كيف، هاي الجزر ما فيش حاجة، بقايا خضرة تقريبا. الوضع صعب جدا، مش جد جدا جدا، وصلنا لمرحله انه احنا قاعدين بناكل يعني اكل الحمام، ما فيش شعير الدواب حتى مش ملاقيينه، شعير الدواب نفسه اللي الدواب ما بتاكله مش ملاقيينه من قله الاكل، يعني بنحاول ندور على حاجات تناسب. اوضاع يزيدها صعوبه قطع المساعدات الماليه عن الأونروا المساهم الاممي الاكبر في توزيعها على اكثر من 1.5 مليون نازح، ما سيفاقم من الكارثة الإنسانية. يعاني النازحون في رفح من أوضاع إنسانية كارثية لشح الموارد المائية وشح في المواد والإعانات الإغاثية، بالإضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض للنازحين من شدة الاكتظاظ في خيامهم. فتدهور الوضع الإنساني يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات عبر المعابر وعودة النازحين إلى منازلهم. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. إلى الرياضة الآن. وفي أخبار كان كوت ديفوار، يسدل الستار اليوم على منافسة كأس أمم إفريقيا في نهائي قوي بين البلد المضيف كوت ديفوار والنصور النيجيرية. وللاستفاضة في المباراة نربط الاتصال مع بلال بوزيدي مباشرة من أمام ملعب الحسن وترى بأبيجان. بلال، إذن هي قمة يبحث خلالها كل منتخب عن نجمة جديدة يرصع بها خزائنه.
يبدو أن هناك خلل تقني. اختتام كان كوت ديفوار إذن ميزه حفل فني استعراضي على أرضية ملعب حسن وترى، حفل اختزل القارة الإفريقية. نعود ثانية إلى بلال بوزيدي المتواجد بملعب حسن وترى. بلال، إذن ماذا عن المباراة النهائية، وهي طبعا تبحث خلالها كل من المنتخبين عن نجمة جديدة؟ مرحبا، تحية لك ولجميع مشاهدينا ومتتبعي وأوفياء التلفزيون الجزائري. فعلا رافقناكم من خلال هذه المنافسة والعرس الإفريقي تقريبا طيلة شهر من الزمن، من خلال تغطية مثالية وأيضا 17 مباراة تم بثها عبر قنوات التلفزيون الجزائري مرفوقة بتغطيات حية ومباشرة، بالإضافة إلى مباريات استمتع فيها الجمهور الرياضي. هنا النهائي في ملعب الحسن وترى الذي يجمع البلد المضيف ونيجيريا. صحيح أنهم يلتقيان لأول مرة في هذه النهائي، ولكن سبق وأن تقابلا في منافسات عديدة، وأيضا من خلال هذه الدورة في مرحلة دور المجموعات حيث استطاع منتخب نيجيريا أن يفوز على منتخب كوت ديفوار، ولكن هذا الأخير استطاع أن يعود مجددا إلى الحياة وينافس على هذه النسخة 34 ويصل إلى المشهد الختامي ويلتقي مرة ثانية بمنتخب نيجيريا. هنا الأجواء رائعة جدا في أبيجون في كل المدن الإيفوارية، حيث تم تخصيص أماكن عديدة من أجل متابعة هذا اللقاء. وفي حال استطاع منتخب كوت ديفوار أن يظفر بالنجمة الثالثة على عكس منتخب نيجيريا الذي يريدها رابعة، سوف تعيش كوت ديفوار أجواء خرافية، لأننا تعودنا على مرافقة غير طبيعية بالنسبة للشعب الإيفواري لمنتخب بلده، وهو الذي ينتظر بشوق منذ 2015 وهو العام الذي نال فيه النجمة الثانية، في انتظار أن نتعرف على من سيكون عريس النهائي سواء منتخب كوت ديفوار أو نيجيريا. نتمنى متابعة طيبة عبر قنوات التلفزيون الجزائري. شكرا لك بلال بوزيدي، كنت معنا مباشرة من أمام ملعب الحسن وترى بأبيجان. المباراة النهائية إذن تشاهدونها مباشرة على القناة الأولى الأرضية للتلفزيون الجزائري بعد قليل في حدود الساعة 9 مساء. إلى التذكير بالعناوين: رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبوني يتسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد لكل من الولايات المتحدة المكسيكية. جمهورية إيطاليا وجمهورية صربيا. رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب جبهة المستقبل ورئيس حركة مجتمع السلم بطلب منهما. افتتاحية مجلة الجيش تؤكد أن مبدأ السيادة الوطنية خط أحمر لا يسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال، وتشدد على الاستعداد التام للجيش الوطني الشعبي لإحباط جميع محاولات المساس بأمن الجزائر وحرمة أراضيها. تحسبا للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، ندوة تكوينية لفائدة الإعلاميين ضمانا لتغطية إعلامية احترافية. وتابعنا في النشر مركب تمييع الغاز الطبيعي ببطيوة بوهران، إسهام في رفع نسبة الإدماج وإنتاج يفوق 4 ملايين طن من الوقود الأزرق سنويا. وبلاد الحدبة بولاية تبسة المكمن الطبيعي للفوسفات الخام في الجزائر، يحقق مداخل تفوق 350 مليون دولار سنويا وضمانا لنقل خام الفوسفات إلى عنابة، وتيرة متسارعة لاستكمال الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية عنابة بوشنقوف. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.